عليكم، إني السائق رائد حسن محمد، أعمل لدى شركة مرابع العراق الخضراء. يعتبر غسل السيارة بشكل دوري لأنها تتعرض إلى بعض المؤثرات الخارجية والداخلية من الغبار أو الأوساخ أو المواد الكيميائية، وخاصة في عملنا في الحقول النفطية، فمتابعة الغسل باستمرار يعني تكون السيارة جاهزة من كل الأنحاء، لأنه يعتبر الغسل هو مراقبة لكل أجزاء السيارة وكل الحساسات وكل الأشياء اللي موجودة بالسيارة. غسل الدائم للسيارة والتنظيف يزيد من عمرها ومن عمر أجزائها الداخلية والخارجية. النقطة الثانية أنه ما تخلي السيارة تتعرض للتأكسد أو التلكؤات الخارجية والداخلية، مما تؤدي إلى الأضرار الكثيرة في بعض أنحاء السيارة. بالنسبة للتنظيف المستمر للسيارة، يحافظ على حساسات السيارة وحفاظ على المظهر الخارجي وإطالة عمر السيارة. ثانياً، بعض الدهون اللي تتجمع على الجام أو المصابيح تقلل من الرؤية، فتسبب الحوادث لا سامح الله، والنظافة واجبة على كل سائق. لطالما أعمل لدى شركة المرابع العراق الخضراء، أتميز بالنظافة العامة، والمرابع هي الأفضل.